وللمتابعة والمزيد من التفاصيل عن انطلاق أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، كيف تسير جلسات اليوم؟ تحياتي لكم في الاستوديو وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل بدأت منذ صباح اليوم هذه الجلسات التي يعني تظهر انطلاقة اليوم الأول للحوار الوطني، جلسة الأولى الخاصة بالحقوق السياسية ومباشرة هذه الحقوق وأيضا الأنظمة الانتخابية المختلفة، بجانب بالطبع التعامل مع تحديات التعاونيات والجمعيات الأهلية. انتهت بالفعل جلستين بدأوا في 11 صباحا وانتهوا في 2 بعد منتصف اليوم، ثم بدأت بعد ذلك جلستين أخرتين بين الساعة 3 ومستمرة حتى الآن، يعني قربت على الانتهاء تقريبا. ربما أهم الملفات التي تمت مناقشتها في الأنظمة الانتخابية ونظام الانتخاب، آلية التعامل مع الانتخابات وآلية القائمة الخاصة بالانتخابات، إما قائمة مطلقة وهي القائمة الحالية أو النظام المتبع حاليا بنسبة 51% من القائمة تفوز بالوصول للانتخابات سواء مجلس النواب أو الشيوخ، وكان هناك جدال حول هذا النوع أو حتى النوع الآخر وهو نوع القائمة النسبية، وهو تحديد نسب معينة داخل هذه القائمة. ربما كان هناك حديث عن أن حول هذه القائمة النسبية تم رفضها من قبل لأنها يعني ربما خالفت بعض القواعد الدستورية في الثمانينيات والتسعينيات، أما القائمة ربما الجاري العمل بها في هذا الوقت هي ربما الأقرب للنظام الدستوري، مع محاولات لتغييرها بعض أو قليل من التغييرات داخل هذا النظام ليتوافق مع الدستور ويعطي جميع الفئات الحقية سواء كانت المرأة أو ذوي القدرات الخاصة في المشاركة في مجلس النواب. كانت هذه نقطة. هناك أيضا نقطة كان هناك الحديث حولها كبير، حول التعامل مع الشباب وحقوق الإنسان، وأيضا فكرة الحبس الاحتياطي، وأيضا تغيير هذا القانون لما يكون أنسب لصالح الشباب والشعب المصري بشكل عام، بمشاركة من أفرج عنهم بالفعل من لجنة العفو الرئاسي الذي وصل عددهم لأكثر من 1074 يعني نزيل خرجوا من السجون بالعفو الرئاسي. بالطبع كان هناك أيضا ما زالت مستمرة حتى الآن اللجنة الخاصة أو الجلسة الخاصة بتحديات التعاونيات أو الجمعيات الأهلية، هذه الجمعيات التي تشارك بشكل كبير في التعامل مع الأزمات المختلفة في الشارع المصري، وهي جمعيات هي ليست بحكومية وليست خاصة، هي جمعيات في الوسط غير هادفة للربح، جاري العمل على النقاش على تجديد هذه القوانين الخاصة بالجمعيات لتخدم على قدر الإمكان المواطنين، وأيضا إنشاء المفوضية أو هيئة خاصة بالتعامل مع الانتخابات أو التعامل مع قوائم الانتخابات المختلفة. ربما هذا نقاش عام حول ما دار اليوم في الجلسات الأولى، ولكن إذا تخصصنا أكثر مع الحضور الذين تحدثنا معهم سواء من الأحزاب المختلفة المشاركة أو حتى من قوى مدنية أخرى شاركت وجمعيات وغيرها شاركوا، تحدثوا عن أن الأهم في هذا اليوم هي المساحة الواسعة والمشتركة والمختلفة لسماع الآراء المتنوعة بنظام غير عشوائي ومحدد بوقت معين يسمح لجميع الأطراف المشاركة في هذا الحوار على أمل الخروج يعني نقاط عامة يتم التوافق عليها لتخرج أيضا بتوصيات يتم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع. ودقائق ربما أو بعد قليل تنتهي الجلستين الأخيرة هذا اليوم لنرى إلى أين وصلوا فيما يتعلق بتحديات الجمعيات وأيضا الجزء الخاص بالتمثيل النيابي والتعامل مع نظم الانتخابات المختلفة. أشكرك جزيلا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز من مقر انعقاد جلسات لجان الحوار الوطني.